يشرف بتوكيل للسيد والي الولاية على هذا الافتتاح الرسمي ومواصلة الدراسة. كما بالأمس أشرفنا على افتتاح السنة الجامعية، اليوم بهذه المناسبة قلت ندعو جميع المتمهلين للمثابرة والاجتهاد في دروسهم، ونحن هنا لتشجيعهم على طلب العلم والتميز. التميز إن المعهد تميز بابتكار، وهذا شرف الولاية تبسة التميز هذا اللي رايح يعطي دفع في مجال البيئة، في مجال الاسترجاع، في مجال الريكوبيراسيون. طبعا انه لشرف عظيم ان اقاسمكم اليوم الاحتفاء بهذا الحدث الهام المتمثل في الانطلاق الرسمي لاستئناف التكوين بالنسبه لقطاع التكوين التعليم المهنيين بعد توقف دام عده شهور بسبب جائحه كورونا كوفيد 19. هذه الجائحه التي يعني المت بالعالم باسره، هذا الدخول الذي جندت له كل الامكانيات البشريه والماديه حفاظا على سلامه وصحه الجميع، نظرا لتزامنه مع مرور بلادنا والعالم باسره كما قلت بجائحه كورونا. ساعينا في نفس الوقت الى الرفع وترقيه الاداء البيداغوجي والتكويني حتى يصل متمرنينا اللي هم المتربصون والمتمهنون على مستوى القطاع لمستوى التطلعات ومتطلبات التنميه في مختلف المجالات. ايتها السيدات ايها الساده، لقد خطى قطاع التكوين التعليم المهني بولاية تبسة خطوات متقدمة، وذلك من خلال تعزيزه إلى غاية اليوم ب 24 مؤسسة تكوينية بطاقة استيعاب نظرية فاقت 7000 مقعد بيداغوجي، مدعمة طبعا بأطقم بيداغوجية وموارد بشرية مؤهلة، حيث يبلغ تعداد الأساتذة المكونون على مستوى قطاعنا 427 أستاذ من مختلف الرتب والمستويات، إضافة إلى 125 إطار في على مستوى المصالح التقنيه والبيداغوجيه والاقتصاديه، بالاضافه الى 227 موظف ضمن الاسلاك المشتركه و 392 عامل مهني موزعين على مختلف اصناف الرتب. في نفس الوقت فان حظيره التجهيزات على مستوى قطاعنا بولايه تبسة معززه تقريبا ب 206 تجهيز بيداغوجي، منها 3 تجهيزات تم استلامها مؤخرا على مستوى كل من بئر العاتر في مجال المساحة التوبوغرافي، وكذلك على مستوى المريج في مجال تركيب الالواح الشمسيه، وتجهيز اخر في رسم الخرسانه المسلحه على مستوى معهد بئر العاتر. كل هذه التجهيزات البيداغوجيه موضوعه تحت تصرف ابنائنا بهدف اكسابهم مختلف المهارات والكفاءات الادائيه، وتجدر الاشاره الى ان جميع مؤسسات قطاع التكوين والتعليم المهني في ولاية تبسة تتوفر على هياكل الإطعام وتقدم أزيد من 5000 وجبة ساخنة، إضافة إلى توفر تقريبا 18 مؤسسة على مرافق للإيواء بطاقة استيعاب تفوق 2110 سرير. ومن المرتقب في هذا اليوم المبارك بالنسبة لقطاعنا وبالنسبة لوطننا كافة أن يلتحق بولاية تبسة بمؤسساتنا التكوينية أكثر من 10746 متمرن كانوا على شوق كبير للالتحاق بمقاعد التكوين بهدف استكمال مسارهم التكويني والظفر بشهادة دولة تؤهلهم لدخول عالم الشغل. في نفس السياق تم في فترة توقف الدراسة حتى لا نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه الجائحة، تم مرافقة 1483 متربص ضمن مستوى التأهيل الخامس يعني التقنيين الساميين، وتمكينهم من مناقشة مذكرات تخرجهم، إضافة إلى استغلال المنصة الرقمية بعنوان دروسي من أجل متابعة الدروس والتكوين عن بعد لفائدة كل المتمرنين دون استثناء. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم التكفل في دورة فيفري التي لم يسعفنا الحظ في مواصلتها حيث توقفت بتاريخ 12 مارس، تم إدماج 3359 متمرن ضمن مختلف الأنماط التكوينية في تخصصات جديدة من بين خاصة في شعبة المناجم باعتبار المناجم والمحاجر والبيئة الكهرباء الإلكترونيك والطاقة وميكانيك المحركات والآليات وما إلى ذلك من الاختصاصات والشعب المهنية التي لها علاقة
بخصوصية ولايتها، وبسبب الظرف الصحي تم تأجيل دخول هؤلاء المتمرنون الذين تم إدماجهم خلال دورة في 2020. ويعتبر قطاع التكوين التعليمي المهنيين من القطاعات السباقة من خلال مساهمته في الهبة التضامنية التي فرضتها جائحة كورونا كوفيد 19، وذلك بفتح ورشات مختصة في إنجاز الأقنعة الواقية على مستوى 17 مؤسسة تكوينية. يأتي هذا الدخول إذن في ظروف استثنائية إثر تردي الوضع الصحي بسبب جائحة كورونا، ومن هنا وحفاظا على سلامة وصحة الجميع تم تطبيق كل التدابير والإجراءات الاحترازية المدرجة ضمن البروتوكول الصحي المعتمد لدى قطاع التكوين والتعليم المهنيين والمصادق عليه من طرف اللجنة الوطنية لمتابعة ورصد فيروس كورونا، مع توفير كل وسائل مادية خاصة منها توفير احتياطي هام من الأقنعة الواقية، اقتناء مواد التطهير والتعقيم، توفير أجهزة قياس الحرارة بمعدل جهاز إلى 3 أجهزة بالمؤسسات التكوينية، وما رافق ذلك من حملات تحسيسية احتضنتها مواقع التواصل لكل المؤسسات دون استثناء، إضافة إلى حملات تنظيف والتعقيم. ومن هذا المنبر أتقدم لمدير مصالح الحماية المدنية وكل وحداته عبر تراب الولاية بالشكر الجزيل وكل التقدير للمجهودات المبذولة لإنجاح اليوم الواحد الخاص بتعقيم كل المؤسسات التكوينية خلال يوم 17 ديسمبر 2020. في نفس الإطار تم اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية التي تحقق التباعد الجسدي والهدف التكويني لاستدراك كل الدروس المتأخرة بظروف آمنة لتحقيق تكوين نوعي يستجيب لمتطلبات اليد العاملة المؤهلة في سوق العمل في ظل المستجدات والرهانات التي أفرزتها التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث سيتم التركيز على المقاييس التأهيلية المتعلقة بالكفاءات القاعدية للاختصاصات وتدعيمها بالجانب النظري في شكل مطبوعات ورقية ودروس رقمية. أريد كذلك بهذه المناسبة التأكيد على أن المجهودات متواصلة من أجل إرساء فكر تشاوري وتشاركي مترجم في روابط قطاعية مع مختلف القطاعات في مجال التعاون والتكوين قائمة على النجاعة بما يراعي الاحتياجات التنموية على غرار الاتفاقيات المبرمة مع قطاع الفلاحة والتي ستبرم مع قطاع البيئة والتشغيل والصيد البحري والمنتجات الصيدية، وذلك في إطار التكفل بحاملي المشاريع الفلاحية وتطوير التكوين ضمن شعبتي الفلاحة والبيئة، وكذا العمل على تطوير تربية المائيات كنشاط ثانوي مدير للثروة والقيمة المضافة وإرساء القيم الوطنية، والعمل على تحقيق محو الأمية التعليمي والوظيفي من خلال التنسيق مع محافظة الكشافة الإسلامية الجزائرية وجمعية محو الأمية إقرأ، إضافة لإنشاء جمعيات ثقافية ونوادي علمية تستثمر في مجال في الطاقات المتوفرة على مستوى لدى متمرين على مستوى قطاع التكوين والتعليم المهني. وتجدر الإشارة السيد الأمين العام بهذه المناسبة أن ولايتنا تشارك ضمن المعرض الوطني المنظم على مستوى ولاية المدية المتعلق في معرض وطني متعلق بالصناعات التحويلية من خلال ابتكار آلة استخلاص الزيوت الأساسية فابو إيدروديستيراتير، والتي اختير حيث تم اختيار عرض ولاية تبسة ضمن 10 ولايات مشاركة من أصل 36 ولاية. أضيف أن مساعي قطاع التكوين والتعليم المهنيين لا تتحقق إلا بتكاثف الجهود وللوصول إلى الهدف المنشود، وهو المواءمة الحقيقية بين مخرجات قطاعنا ومتطلبات المهن والوظائف. أبنائي وبناتي المتربصون والمتمهلون، نطلب منكم في هذه الظروف الاستثنائية وبهدف استكمال مسار التكوين لكم احترام البروتوكول الصحي المطبق للمؤسسات التكوينية ومضاعفة الجهود وتنسيق الأعمال بين جميع المتدخلين لمواصلة تطبيق الترتيبات الوقائية والاحترازية والتقيد بها لضمان مسار تكويني آمن للجميع. أشكركم بالنسبة لكلمتي، وأتشرف بقراءة على مسامعكم رسالة السيدة وزير التكوين والتعليم المهنيين بمناسبة انطلاق السنة التكوينية 2020-2021. يسعدني أن أتوجه بمناسبة هذا الدخول التكويني 2020-2021 لأسرة التكوين والتعليم المهنيين بتحياتي الخالصة، متمنية لجميع عودة ميمونة إلى مقاعد التكوين.
يأتي هذا الدخول في وضع استثنائي فرضه الظرف الصحي الذي تجتازه مختلف الأقطار عبر المعمورة وبلادنا بصفة خاصة، ألا وهو تفشي وباء كورونا المستجد الذي أثر سلبا على النشاط البشري برمته وعطل السير الحسن والعادل في مختلف المرافق الحيوية. بالرغم من الصعوبات التي اعترضتها لمجابهة آثار هذه الجائحة، فقد بذل قطاع التكوين والتعليم المهنيين على غرار باقي القطاعات مجهودات كبيرة لضمان استئناف العملية التكوينية في أحسن الظروف الممكنة بالتنسيق مع المصالح المعنية من خلال إعداد البروتوكول الصحي الذي صادقت عليه اللجنة العلمية لمتابعة تفشي هذا الوباء، والذي يتعين على الجميع احترام تدابيره حفاظا على أمن وسلام أسرة التكوين بجميع أسلاكها. أغتنم هذه الفرصة لأدعو أبنائي وبناتي الملتحقين بالمؤسسات التكوينية بضرورة احترام الإجراءات الوقائية التي تضمنها هذا البروتوكول الصحي والمتمثلة أساسا في التباعد الجسدي داخل وخارج المؤسسات التكوينية، وتفادي التجمعات وارتداء القناع الواقي باستمرار واستعمال المعقمات الصحية. إن احترامكم لهذه التدابير سيسمح لكم دون شك من الحفاظ على أمنكم وسلامتكم، ويمكنكم من تدارك التأخر المسجل في مسار برنامجكم التكويني، ومن ثم اكتساب المعارف العلمية والمهارات المهنية الكفيلة بتسهيل التحاقكم بعالم الشغل. كما أتوجه إلى أسرة المكونين بجميع أسلاكهم لحثهم على ضرورة تكثيف عملية التحسيس اتجاه المتربصين والتلاميذ والمتمهنين، والتعريف بخطورة هذا الوباء وطرق الوقاية منه، وأدعوهم لبذل المزيد من المجهودات لضمان استمرار النشاطات البيداغوجية واستكمال البرامج التكوينية. كما أطلب أيضا من مديري المؤسسات التكوينية والأطقم الإدارية ضمان التسيير الأمثل للبرامج التكوينية والتعليمية حسب الإمكانيات البيداغوجية والمادية المتاحة، وحسن استغلال المرافق والتوقيت البيداغوجي المخصص للتعلمات. أبنائي وبناتي، يجدر التذكير أن السلطات العمومية وضعت تحت تصرف قطاعنا كل الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق الأهداف المسطرة في برنامج عملنا، فما عليكم إلا استغلال الفرص المتاحة لكم في مجال التكوين لبلوغ أهدافكم وتحقيق مشاريعكم المستقبلية. لا يسعني في الأخير إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لمستخدمي القطاع بمختلف فئاتهم الذين ساهموا في جهد الوطني الذول لمجابهة آثار جائحة كورونا. شكري موصول كذلك لمهني قطاع الصحة العمومية الذين كانوا في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الجائحة، وتحملوا بكل مسؤولية العبء الثقيل الملقى على عاتقهم، وضحوا بأرواحهم وراحتهم من أجل إنقاذ أبناء وطنهم.